يناير 1961 بيتم إعلان وفاة أول رئيس للكونغو باتريس لومومبا اللي تم اغتياله بطريقة وحشية وبشعة، واللي قتلوه أخدوا أجزاء من جسمه كغنيمة صيد. متخيلين؟ تم اغتيال لومومبا بعد تسليمه لمقاطعة كاتانجا الانفصالية اللي كانت تحت سيطرة مرتزق فرنسي. إزاي ومين هو المرتزق اللي عمل كده؟ المرتزق ده شخص مش عادي، ده نفذ وخطط لكتير من الانقلابات العسكرية في أفريقيا بالوكالة عن فرنسا أو عن دول تانية. المرتزق ده هو بوب دينار. الحلقة برعاية إيفست، وهي شركة استثمار وتجارة عالمية بتقدم حسابات تداول إسلامية وعروض خاصة وخالية من الفوائد بنسبة 100%. هسيب لك رابط التسجيل في وصف الفيديو لو انت على يوتيوب، وفي أول تعليق لو انت على فيسبوك أو تيك توك. بوب دينار اتولد سنة 1929 في بوردو في فرنسا، واسمه الحقيقي هو جيلبرت بورجيل، لكنه اختار اسم بوب دينار كاسم حربي وما كملش دراسته الثانوية، واشتغل في وظائف كتير زي سائق شاحنة أو بائع متجول وحارس ليلي. لكن في عام 1952 التحق بالجيش الفرنسي وشارك في حروب الهند الصينية الفرنسية والجزائر وحرب السويس. خلال الفترة دي اتعلم مهارات القتال والتخطيط العسكري وأصبح قائد محنك، عشان في سنة 1961 انضم بوب دينار لمنظمة الجيش السرية، وهي جماعة إرهابية كانت بتهدف لمنع استقلال الجزائر عن فرنسا، وشارك في عمليات كتير ضد الحكومة الفرنسية زي محاولة اغتيال الرئيس شارل ديغول، لكنه فشل في تحقيق أهدافه وبقى مطلوب للعدالة، فهرب لأسبانيا وهناك قابل ضباط من المخابرات الفرنسية اللي عرضوا عليه فرصة حياة جديدة وهي القتال في أفريقيا بالنيابة عن فرنسا. في أفريقيا كان بوب دينار بيشتغل كمرتزق لصالح حكومات أو جماعات متنافسة، فكان بيستأجر جنود من أوروبا أو أفريقيا ويدربهم ويختفوا عن الأنظار لحد ما يجيلهم الأمر من فرنسا، فكان بيستخدم أسماء مستعارة مختلفة زي سعد المصطفى اللي استخدمه في الجزائر أو راميريز أو كولونيل بورجيل، فكان بيحصل على دعم سري من باريس اللي كانت بتستفيد من نشاطاته في حفظ مصالحها في المنطقة. فشارك بوب دينار في محاولات للإطاحة بحكومات أفريقية عرضت توجهات باريس زي جزر القمر وبنين والكونغو وأنجولا ونيجيريا ومدغشقر، وأحيانا كان بينجح في تنفيذ مخططه وأحيانا كان بيفشل وبيتم القبض عليه أو بيهرب. كان بيعتبر نفسه محارب للحرية والديمقراطية لكنه في الحقيقة كان مجرم. بوب دينار شارك في عمليات عسكرية في عدة دول أفريقية، ودي شوية تفاصيل عنها. سنة 1964 قاد بوب دينار مجموعة من المرتزقة لدعم الحكومة الفيدرالية في الكونغو ضد المتمردين الشيوعيين، وكان بياخد راتبه من الحكومة البلجيكية اللي كانت خايفة من تأثير الاتحاد السوفيتي في المنطقة دي. وقام بوب دينار ورجاله بعدة عمليات قتالية واغتيالات وساعدوا في إنهاء الحرب الأهلية في الكونغو، ولكن من بين ضحاياهم كان باتريس لومومبا، هو رئيس وزراء الكونغو وكان زعيم استقلالي وكان بيحظى بشعبية كبيرة جدا. قام بوب دينار بالتخطيط لخطف لومومبا من مطار ليوبولد فيل وسلمه لخصوم السياسيين، وتم تعذيب لومومبا وقتله بطرق وحشية وأصبح رمز للكفاح في أفريقيا. بعدها بثلاث سنين على طول في سنة 67 شارك بوب دينار في محاولة انقلاب فشلة ضد الرئيس في بنين، لكنه تعرض لمقاومة شديدة من الجيش البنيني واضطر انه ينسحب لنيجيريا. واحدة من البلاد اللي شهدت فشل دينار برضو كانت أنجولا، لما دعم حزب جبهة التحرير الوطنية المدعوم من فرنسا والولايات المتحدة ضد حركة التحرير الشعبية اللي كانت بتحظى دعم الاتحاد السوفيتي، واللي شهدت في الآخر انتصار القوات الكوبية والسوفيتية على قوات دينار. ونيجي لأكبر محطات دينار على الإطلاق في أفريقيا، وهي كانت في جزر القمر سنة 1977. بعد ما تم الإطاحة بالرئيس أحمد عبد الله من رئيس أركانه، استخدم بوب دينار ورجاله مطار موروني في جزر القمر علشان يقوموا بالسيطرة على المطار والقصر الرئاسي، وقتلوا الرئيس سويلي وأعادوا أحمد عبد الله للسلطة مرة تانية، وأصبح بوب دينار مستشار أمني للرئيس. وكان لدينار تدخلات سريعة في مدغشقر لما كان بيطلب منه قيادة مجموعة من المرتزقة لدعم القوات الحكومية هناك. ونوصل لسنة 1989 لمحطة النهاية عند بوب دينار، لما هو نفسه قام بانقلاب ثالث في جزر القمر بعد ما تم اغتيال الرئيس أحمد عبد الله، فاستخدم بوب دينار ورجالته تاني مطار موروني بنفس السيناريو علشان يسيطروا على المطار والقصر الرئاسي،
بس المرة دي بقى هو أعلن نفسه رئيس لجزر القمر، لكن مغامرته دي ما استمرتش كتير لأن فرنسا اتدخلت وأجبرته على التخلي عن السلطة، وهناك تم اعتقاله وتوجيه تهم عديدة ليه، لكنه استطاع ان هو يفلت منها بسبب شوية ضغوطات سياسية وبسبب ان كان معاه محامي ماهر. وفي سنواته الأخيرة عانى بوب دينار من مرض الزهايمر وفقد ذاكرته وشخصيته، وتوفى في عام 2007 في منزله في فرنسا بعد حياة حفلة بالأحداث والصراعات والجرائم. ولحد هنا أكون خلصت. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش تشاركوها مع أصحابكم وقولوا لي رأيكم في التعليقات. أشوفكم في حلقة جديدة.